انا من وانا عندي 6 سنين بلعب كوره، فمش شايف نفسي حاجه غير الكوره. لا، ما فيش حاجه اكتشفتها. انا على طول بتمرن وبروح البيت اقعد، فما فيش حاجه جديده عليا يعني. بفضل قاعد في البيت، فخروجاتي مش كتير يعني. دخلت وعملت كبده ومكرونه على طول بعملها. بحاول اتمرن هنا وبحاول اعلي البدن بتاعي وعلى قد ما اقدر لغايه ما نرجع ان شاء الله. عاملين جروب على الواتساب على طول، بنفضل نتكلم مع بعض يعني ونهزر. لا، مفيش قرارات تتغير، هو كل حاجه بتحصل دي ربنا كاتبها وكده. فانا ما بزعلش على حاجه مثلا عملتها وارجع ازعل عليها، لا، دي كل حاجه بتاعت ربنا فما بزعلش. بحب الدوري السعودي جدا من وانا صغير، فلو عربي احب العب في الدوري السعودي، لو اوروبي وكده احب العب في الدوري الالماني. بحاول على قد ما نقدر نفضل في البيت لسلامه البلد وكده وسلامه الناس، وكل واحد يحافظ على نفسه على قد ما يقدر. لازم نقف جنب البلد الفتره دي، وان شاء الله فتره وهتعدي بالسلامه، بس لازم نفضل في البيت ونحترم قرار الدولة وكده، وعشان سلامة كل واحد فينا.